بيبدأ الفيلم مع بنت باكستانية اسمها شهيدة، وبيكون عندها 6 سنين وفقدت القدرة على الكلام بدون سبب، وبيكون والدتها ووالدها بيحبوها جدا وبيهتموا بيها. وفي يوم بتكون شهيدة بتلعب جنب بيتها لحد ما العجلة بتاعتها بتتخلع منها وبتقع من على حرف الجبل اللي هم عايشين عليه، وبتقع شهيدة هي كمان، وبتفضل متعلقة من غير ما تطلع صوت لحد ما أهلها والقرية كلهم بيبدأوا يدوروا عليها وبيلاقوها. وتاني يوم بيجتمعوا مع شيخ القرية وبينصحهم انهم يروحوا مقام الوالي بمدينة دلهي في الهند، وده لأن ديانتهم هي الإسلام، وبيقول لهم ان شهيدة ان شاء الله هتقدر تتكلم، ولكن بسبب مشاكل سياسية قديمة بين الهند وباكستان بيبقى مستحيل ابوها يقدر يدخل للهند. فبتعرض الام انها هي اللي هتوديها باي تمن، وبيبيع ابوها كل الغنم بتاعته وبيديها تمنهم علشان تتحرك على الهند، وبيوصلوا الهند بسلام. وبتروح ام شهيدة للمسجد وبتفضل تدعي بعلاج بنتها، وبترجع تاني لباكستان، ولكن في طريق عودتها بيقف القطر قبل دخول الحدود بسبب وجود اصلاحات، وبيبقى الكل نايم في القطر، لكن شهيدة بتصحى على صوت معزة صغيرة وقعت في حفرة جنب القطر، فبتنزل علشان تطلع المعزة من الحفرة وبتفضل تلعب معاها لحد ما بتلاقي القطر بيتحرك، وبتقوم تجري وراه وبتشاور لأمها وما بتعرفش تنادي عليها لأنها مش بتتكلم، وبتكون والدتها نايمة ومش شايفاها. وبيدخل القطر الباكستان، وبتشوف شهيدة قطر تاني قدامها فبتركب فيه على أمل إنها تمشي ورا القطر اللي فيه أمها، لكنه بيتحرك في الاتجاه المعاكس وبيبعد أكتر عن باكستان. ولما بتصحى الأم من النوم وما بتلاقيش بنتها جنبها بتفضل تصرخ لحد ما بتشد السلسلة اللي بتوقف القطر، وبتنزل تدور على بنتها، لكن الضابط بيمنعها من دخول الهند تاني، وده لأن القطر كده عدى الحدود، وعشان ترجع تاني لازم تعمل تأشيرة دخول وإجراءات جديدة. ولما بتلاقي الأم إنها مستحيل تدخل الهند تاني من غير تأشيرة بتفضل تعيط وتصرخ، وأبو شهيدة بيجيلها وبيقول لها إن أكيد في حد هيلاقيها وهيهتم بيها. وبتصحى شهيدة على صوت احتفالات لمهرجان في الهند، والناس كلها بتكون بترقص حواليها، وبتفضل واقفة تبص على واحد بيشرب، فبياخد باله منها وبيعزم عليها تشرب هي كمان، فبتشرب الكوبايه كلها وبيفهم انها عطشانه وجعانه، فبيطلب لها اكل وبتقعد تاكل معاه، وبيحاول انه يعرف اسمها او اي حاجه عنها، وبيعرف انها مش بتقدر تتكلم، فبيخليها تاكل وبيسيبها وبيمشي، لكنها بتفضل ماشيه وراه، فبيفتكر انها عايزه فلوس، ولما بيحاول يعطيها فلوس بترفض تاخد منه، فبيوديها عند مكان عبادته وبيقول لها تفضل قاعده هنا لان اكيد اهلها بيدوروا عليها دلوقتي، ولانها مسلمه ما بتكونش فاهمه هي قاعده فين ولا ايه المكان ده، وبترفض تسيبه لحد ما بياخدها يوديها اسم الشرطه علشان يسلمها هناك، وبيرفض الضابط انه يستلمها، وبيقول له ان ده اسم شرطه ومليان مجرمين ومستحيل الطفله تفضل وسطهم، لكن الصح انه ياخد كل معلوماته هو، ولو حد سال عنها هيتصل بيه، وبيفهم انه بقى مسؤول عن الطفله وانها هتعيش معاه لحد ما اهلها يجوا يسالوا عنها، فبياخدها وبيرجع على بيته. وفي خلال طريقهم بيقول للشهيده انه هيقول لها اسماء كل المدن والمدينه اللي هي منها ترفع ايدها ليه وهو هيفهم، وبيبدا يقول لها كل المدن في الهند وما بيكونش فيه امل، لحد ما كل ركاب الاتوبيس بيحاولوا يساعدوه وبيقولوا كل المدن اللي هم عارفينها، وبيعرفوا الركاب ان الراجل ده من مدينه بعيده جدا في الهند، وواحد منهم بيسالوا عن سبب وجوده في دلهي، فبيقول لهم بما ان الطريق طويل قدامهم فهو هيحكي لهم قصته من الاول، وبيحكي لهم ان اسمه بوان وان والده كان مدير مكتب البريد في المدينه اللي هو منها، وكان دايما بيحاول يعلمه ويثقفه لكنه كان فاشل في الدراسه، فحاول معاه في الرياضه والمصارعه لكن بوان ما نجحش فيها برضه، وكان كل ما يكبر كان كل ما يفشل اكتر في الدراسه المجبر عليها، لدرجه انه سقط في الصف العاشر 20 مرة، وكل زمايله كانوا بيغشوا في الامتحانات وبينجحوا، وهو ما كانش بيقدر يغش ولا يكذب لان اخلاقه بتمنعه، ولما نجح اخيرا جري علشان يفرح والده بخبر نجاحه، بس والده من شده فرحته قلبه وقف ومات، وقرر انه ينفذ امنيه والده الاخيره وهي انه يروح دلهي ويقابل ديانند صديق والده علشان يشتغل اي شغلانه في دلهي. وركب الاتوبيس بتاع دلهي، ولما دفع الاجره كان فاضل لواحده من الركاب فلوس معاه، ولانه ما كانش معاه فكه فقالت له انه ياخد الفلوس كلها، بس بوان بيرفض ياخد حاجه مش حقه، وفضل ماشي وراها علشان يدوروا على فكه، بس هي افتكرته بيعاكسها وهربت منه. وبعدها كمل بوان طريقه لبيت ديانند صديق والده، وبتطلع البنت اللي كانت راكبه معاه بنت ديانند واسمها راسيكا، وبالصدفه لما وصل هناك لقى ابوها بيلعب مصارعه مع الشباب بتوع الحي، وبتكون راسيكا فكرته انه كان بيراقبها ومشي وراها لحد بيتها وكانوا هيضربوه، لكنه بيوضح لابوها في اللحظه الاخيره انه ابن صديقه، وبيعزموه على الاكل، وبيكون ديانند شخص متعصب جدا لديانته، واكل اللحمه والفراخ يعتبر عندهم من الكبائر، وبيكون ديانند بيكره اي ديانه بتبيح اكل اللحمه والفراخ، وبيعيش بوان معاهم في نفس البيت على السطح، وبيبدا انه يعجب براسيكا، وبيروح معاها المدرسه اللي هي شغاله فيها، وبتشوف راسيكا ان بوان شخص طيب جدا وبيساعد اي حد، ومش بيكذب ولا بيغش ابدا، وبتعجب باخلاقه. وفي يوم بيجي لهم ضيوف علشان يخطبوا راسيكا لابنهم، لكن راسيكا بتكون حبت بوان، وبتطلب من والدها انه يوافق على خطبتهم، وبيقول ابوها انه عارف ان بوان شخص كويس، لكنه لازم يثبت انه يستحقها الاول، فبيطلب ديانند من بوان انه يشتري بيت خلال 6 شهور، ووقتها بس هيوافق على جوازهم.
وبيكمل للركاب وبيقول لهم انه كان في الاحتفال اللي في دلهي علشان يدعي ربه، وهو دلوقتي في طريقه للرجوع لبيت ديانند، وفي خلال شهور لازم انه يشتري بيت، وده سبب وجوده في دلهي. وبيوصل بواني المدينه وبيروح لبيت ديانند ومعاه شهيده، وبتكون عيله ديانند بتحب لعبه الكريكت جدا ومتابعين مبارياتها كلها. وبيعترض ديانند على وجود شهيده في بيته لانه مش متاكد من ديانتها، وبينصح بواني انه يهتم بنفسه الاول ويبطل يساعد غيره لانه هو اللي محتاج مساعده دلوقتي علشان يلاقي شغل محترم ويشتري بيت. ولكن بوان بيبقى مجبر انه يهتم بشهيدة واللي بيسميها باسم موني لانه مش عارف اسمها الحقيقي. وفي يوم بتختفي موني من البيت تماما، وبيفضل كل البيت يدور عليها لحد ما بتشوفها راسكة وهي قاعدة في بيت جيرانهم المسلمين وبتاكل فراخ. فبيحرج بوان من جيرانهم وبيبقى مش عارف يقول لهم ايه، وبيحاول يبعدها عنهم، وبيروحوا المحل فراخ وبيسيبوها قاعدة لوحدها على الترابيزة، وده علشان محدش يشوفهم جنبها وهي بتاكل فراخ. ولما بتشوف ام بتاكل بنتها وهي لوحدها بتعيط، فبتروح راسكة جنبها وبتغني لها علشان تهون عليها، وبتلاقي ان الناس كلها بقت بترقص حواليها. وتاني يوم بياخدوها للسوق، وبيعدي بوان على مكان عبادته وبيخلي موني تقعد تصلي جنبه لحد ما موني بتشوف مسجد وراها وبتفضل بص عليه، وبتقوم من جنب بوان من غير ما ياخد باله وبتروح للمسجد وبتلبس الشال على راسها وبتدعي ربنا زي ما كانت امها بتعمل. وبيجري بوان وراها وبيشوفها قدامه بتدعي وبيعرف انها مسلمه، وبيطلع وهو خايف من رد فعل ديانند لما يعرف. ولما بيقابل راسكة بيقول لها انه خايف من ابوها لان موني خانت ديانتهم، فبتقول له راسكة ان سنها 6 سنين بس ومن غير اهلها وما ينفعش يتقال عليها خاينة، وبتفهمه انها حبته علشان قلبه طيب وبيساعد اي حد، وبتقول له انها حتى لو من دين مختلف فهي لسه نفس الطفلة اللي محتاجة مساعدة. وبيدخلوا المسجد علشان يدوروا على موني، وبتجري موني ناحية بوان وبتحضنه لانها خافت ما تشوفوش تاني، وبيندم بوان انه قال عليها خاينة وبيفهم انه كان غلطان. وبياخدوها وبيرجعوا تاني للبيت، وبيكون في مباراة كريكت بين الهند وباكستان في التلفزيون والكل بيتفرج عليها، وبيكون البيت كله مبسوط ان الهند كسبانة ما عدا موني الوحيدة اللي بتكون متضايقة ورافضة تسقف وتفرح معاهم. لحد ما بتبدأ باكستان انها تكسب والكل بيحزن ما عدا موني، بتقف قدام التلفزيون وبتفضل ترقص. واول ما علم باكستان بيظهر في التلفزيون بتروح تبوس الشاشة، وبيفهم كل البيت ان موني من باكستان مش من الهند، ولان ديانند بيكره باكستان بسبب الحروب القديمة اللي بينهم بيقرر ان موني ما ينفعش تعيش في بيته. وبيأمر بوان انه يروح بيها تاني يوم لسفارة باكستان ويسلمها هناك ويرجع من غيرها، والا مش هيدخل البيت بيها. وفعلا تاني يوم بيروح بيها للسفارة، وبيكون الهنود متجمعين قدام السفارة بسبب المشاكل اللي بين الهند وباكستان، وبيدخل بوان السفارة بالعافية وبيبلغ الموظف انه عايز يسلم موني ليهم لانها باكستانية، لكن الموظف بيرفض انه يستلمها لان مفيش اي اوراق معاها تثبت شخصيتها ولا حتى معاها جواز سفر علشان يبدا في اجراءات تاشيرة الدخول الخاصة بيها. وبيأمر الامن انهم يطردوا بوان بره السفارة، وساعتها المتظاهرين بيزيد عددهم اكتر وبيهجموا على السفارة وبيحاولوا يقتحموها، وبيضطر بوان انه يحمي موني من الضرب وبياخد هو كل الضرب على ظهره لحد ما بيقدر انه ياخدها ويهرب بره بعيد عن السفارة. وبيرجع بيها البيت تاني علشان يسأل ديانند المفروض يعمل ايه بعد ما السفارة قفلت لمدة شهر بسبب المشاكل بين البلدين، وبيقول له ديانند ان في مكتب سفريات قريب يروحوا وممكن هم يتصرفوا. وفعلا بيروح المكتب ده، لكن موظف المكتب بيقول له ان اي حد بيجيله بيكون عايز يسافر لبلد اجنبية، واول مرة حد يطلب منه السفر لباكستان ودي حاجة بعيدة عن امكانياته. لكن نبرة الموظف بتتغير وبيقول له ان عنده طريقة ممكن يخلي البنت تسافر بيها، لكن هيحتاج منه 150,000 علشان اجراءات السفر بتاعتها. وبيرجع بوان بيته علشان يعد كل الفلوس اللي معاه، وبتديله راسكة كل الفلوس اللي كانت محوشاها علشان يشتروا بيها البيت اللي كانوا هيتجوزوا فيه، وبتقول له ان الاهم من جوازهم هو ان موني ترجع بيتها بسلام. وبيرجع بوان ومعاه موني لموظف المكتب وبيديله الفلوس وبيسلمه موني، لكن موني بتفضل ماسكه فيه وبتعيط لانها مش عايزه تسيبه وبتكون خايفه من الموظف، فبيقول لها ان حياته ممكن تتدمر لو هي فضلت معاه وانه مضطر يعمل كده، وبيرمي ايدها من عليه وبيسيبها وبيمشي، وبتفضل تعيط بسبب انه سابها لوحدها وبيبعد عنها، وبيفضل هو كمان يعيط لانه اتعود على وجودها. واثناء ما هو ماشي بيشوف قدامه اسوره كانت عجبت موني قبل كده، فبيقرر انه يشتريها لها، وبيرجع لها من تاني علشان يعطيها الاسوره علشان تبقى تفتكره بيها. ولكنه لما بيرجع بيلاقي مكتب السفريات قفل، فبيفضل يدور على موني لحد ما بيشوفها قدامه مع موظف المكتب، وبيفضل ماشي وراه لحد ما بيلاقيه دخل بيها لبيت دعاره، وبيدخل البيت وبيفضل يدور على موني لانه مش فاهم ازاي طفله تدخل مكان زي ده وليه الموظف يدخل بيها اصلا. وبيقلب البيت لحد ما بيلاقي موظف المكتب بيبيع موني لصاحبه بيت الدعاره، واول ما موني بتشوفه بتجري عليه علشان تحضنه، وبتكون مبسوطه جدا انها شافته وبيديها الهديه اللي جايبها لها، وبيضرب كل الموجودين في المكان لحد ما بيوصل للموظف، ومن الغضب بيرميه من شباك البيت عقابا ليه على اللي عمله، وبيشيل موني على ظهره وبيطلع بيها من البيت المشبوه ده. وبتبص موني على الموظف وهو متعلق قدامها وبتضحك عليه. وبيروح بواني قابل راسكة وبيقول لها انه قرر يودي موني بنفسه لبيتها مهما حصل، وانه مش هيأتمن حد تاني عليها، ورغم ان مش معاه جواز سفر الا انه هيدور
بيدور على طريقة يعدي بها الحدود، وبيركب اتوبيس بيوصله على حدود البلد، وبيفضل ماشي في الصحراء على امل انه يلاقي طريقة يعدي بها الحدود، لحد ما بيقابل ناس وبيقولوا له ان عندهم طريقة يعدوا بها الحدود بس هتكلفه 25,000، لكنه بيسيبهم وبيكمل طريقه. فبيقول له واحد منهم ان السياج الحديدي اللي على الحدود متوصل بكهرباء بقوة 440 فولت، ودول كافيين يحرقوا اي شخص يلمسه، وانه لو كمل ماشي هيتقبض عليه من حرس الحدود وهيقتلوه. وبيقتنع بوان بكلام الراجل، بس مش بيكون معاه المبلغ ده. ولما بيحكي له قصة موني بيقول له انه هياخد منه 25,000 بس، وهيعتبرهم شخص واحد مش شخصين. وبيقربوا من الحدود، وبيكون الليل جه، وبتكون فيه دورية جيش باكستاني بتعدي على الحدود كل 10 دقايق، والطريق هيكون نفق تحت الارض هيعدوا منه من ضمن 4 انفاق موجودة. وفعلا بيعدوا كلهم للناحية التانية من الحدود، وهنا بيرفض بوان انه يدخل البلد الا بعد ما ياخد الاذن من الدورية. فبيفتكر الراجل انه مجنون وبيهرب وبيسيبه قبل ما الدورية تقبض عليه. وبيفضل بوان واقف مستني حد يعدي علشان ياخد الاذن منه، لانه رافض يعمل اي حاجة غلط. واول ما بتشوفوا الدورية بيحاصروه وبيمسكوه، وبيسألهم الضابط عن هويتهم. فبيحكي له بوان كل القصة، وانهم جم من خلال النفق اللي تحتهم، واخلاه بتمنعه انه يعمل اي حاجة غلط، وكان محتاج ياخد منهم الاذن قبل ما يتحرك على ارض باكستان. لكن الضابط بيأمر العساكر انهم يرجعوا بوان من نفس النفق تاني لارض الهند ويردموا النفق، وفعلا بيرجعوا بوان لارض الهند. وبتكمل الدورية ماشية، ولما بيرجعوا بيلاقوه في ارض باكستان تاني، وبيقول لهم ان في نفق تاني عدى منه، وهو محتاج الاذن منهم ضروري علشان يقدر يدخل البلد ويرجع موني لاهلها. وبيفتكروه جاسوس وبيفضلوا يضربوا فيه قدام موني، لكنه بيصعب على الضابط لما بيلاقي موني بتعيط. وبيقول لبوان ان الدورية بتعدي كل 10 دقايق، وانه هيسيبه ويستحسن لما يرجع ما يلاقيهوش. وفعلا بيسيبه وبيرجع تاني لنفس المكان بعد 10 دقايق، وبيلاقي ان بوان لسه واقف مكانه. فبيسأله هو ليه ما اتحركش ودخل باكستان. فبيقول له بوان انه ما خدش منه الاذن، وانه مش هيقدر يتحرك من مكانه غير لما ياخد الاذن. فبيقول له الضابط انه بيسمح له بدخول البلد بشرط انه بعد ما يرجع البنت اللي معاه لاهلها يرجع تاني للهند، وبيوعده بوان بكده. وبيكمل رحلته جوه باكستان في الصحراء لحد ما بيوصلوا لاقرب مدينه، وبيقعدوا ياكلوا سوا. وبيكون جنبهم في افراد من الشرطه بيفطروا حاطين كلبشات جنبهم، وموني لما بتشوفها بتعجبها الكلبشات. وبعد ما بيفطروا بيمشوا علشان يكملوا رحلتهم، لكن الضابط بيجري يوقفهم وبيطلب يفتش شنطهم، وبيطلع الكلبشات من شنطه موني، وبيفتكر ان بوان حرامي وبيضربه. وهنا موني بتحس بالندم لانها حطته في الموقف ده، وبيطلب منه الضابط جواز السفر بتاعه. فبيقول له بوان ان معهوش جواز سفر لانه زحف وعدى الحدود بالليل ودخل البلد بعد ما اخد اذن من الدوريه، وبيفتكروه جاسوس وبيقبضوا عليه. وفي نفس الوقت بينتشر خبر ان الشرطه قبضت على جاسوس هندي على الاراضي الباكستانيه، وبيجري صحفي سمع الخبر اسمه شاند على اسم الشرطه علشان يعمل سبق صحفي هناك، وبيصور بوان وهو داخل القسم. واثناء التحقيق بتشوف موني صوره شبه مدينتها على نتيجه قدامها، وبتجري ناحيتها وبتفضل تشاور موني البوان ان ده مكان بيتها، وبتكون مبسوطه جدا. وبيفتكر الضابط ان دي خطه علشان يهربوا من السجن، وبيقوم يتاكد ان موني بتقدر تتكلم علشان يثبت ان فكره عدم كلامها دي تمثيل. وبيمسك موني بعنف فبيضربوا بوان وبيضرب كل الموجودين في القسم، وبياخدها وبيهرب لبره. وبيكون الصحفي شاند بره وبيطردوا علشان يصوروا، لحد ما بيلاقيهم بيركبوا اتوبيس. فبيركب نفس الاتوبيس وبيتصل بالضابط وبيقول له ان الجاسوس قدامه. وبيلاقي شاند ان بوان بيسال الكمساري على مكان في صوره النتيجه، وبيحكي بوان القصه كلها للكمساري. وبيسمع شاند قصته وبيستغرب جدا، وبيقول الكمساري لبوان انه بيتمنى لو في ناس طيبه زيه كتير في البلد. وبياخد الصوره منه وبيسال الركاب لو حد عارف المكان اللي في الصوره. وبيكون الضابط والدعم اللي معاه في طريقهم لاعتراض طريق الاتوبيس وبيوقفوه، لكنهم ما بيلاقوش بوان ولا شاند ولا موني في الاتوبيس. والضابط بيسالهم اذا حد شاف واحد معاه طفله، ولكن كل الركاب بينكروا انهم شافوه. فبيسمح الضابط للاتوبيس انه يكمل طريقه، وبيكون شاند قرر مساعده بوان وخلاهم يستخبوا وسط الشنط اللي على سقف الاتوبيس. وبيوصلهم الكونسيري لاقرب مكان ممكن يباتوا فيه لتاني يوم. وبيصحى بوان من النوم بيلاقي نفسه نايم في مسجد، فبيتخض وبيطلع يجري منه، وبيفضل واقف بره لحد ما شيخ المسجد بيساله عن سبب وقوفه بره. فبيقول له بوان انه مش مسلم وما ينفعش يدخل المسجد، لكن الشيخ بيوضح له ان الاسلام دين الرحمه والتسامح، والمسجد مفتوح لاي حد محتاج مساعده حتى لو من ديانه تانية. وبيخليه يدخل معاه وبيحكي له كل اللي حصل معاهم، وبيساله عن المكان اللي في الصوره. وبيقول له الشيخ ان الصوره من سويسرا، لان المكان مكتوب عليه بالانجليزي فوق الصوره. وبيفقد بوان الامل ان ممكن يوصل لاهل موني، لكن الشيخ بيقول له ان في جبال شبه اللي في الصوره دي في مدينه كشمير، وبيخليهم يلبسوا النقاب علشان يداروا شكلهم لان البوليس بيدور عليهم في المنطقه. وبيقدر الشيخ يعدي من الكمائن على اساس ان اللي معاه دول ستات وعيب الشرطه تشوف وشهم. وبيوصلوا لطريق لازم يكملوا بوان ماشي علشان يبعد عن الطرق والشرطه. وفي نفس الوقت بيكون دياناند عارف ان بوان راح يوصل موني بنفسه، وبيتعصب على بنته انها سمحت لبوان انه يعمل حاجه زي كده، لكن بنته بتتخانق معاه لان السبب في كل ده هو تعصبه السياسي والديني، وان اخباره اختفت من ساعه ما وصل
باكستان، وبتقوله انه لو اتأخر اكتر من كده هتعمل المستحيل علشان تروح حتى لو بدون تأشيرة دخول. وبيكون بوان مكمل رحلته لمنطقة كشمير، وبيحاولوا انهم يلاقوا مواصلات توديهم اسرع، وبيركبوا مع واحد في الطريق، وبيكتشفوا انهم ركبوا بالغلط مع مفتش الشرطة بنفسه، واللي بيكون رايح القسم بسبب ان في جاسوس هندي هربان وكل القوات بتدور عليه. وبعد ما بيوصلوا القسم بيصر المفتش انه يبعت معاهم عسكري يوصلهم للبيت اللي رايحينه، وبيفضلوا ماشيين بالعربية لحد ما بيقفوا قدام اي بيت، وبيقول شند للعسكري ان ده بيته، وبيلاقوا صاحب البيت راجل عجوز، فبيمثل شند انه ابنه وبيدخل البيت بالعافية لحد بس ما العسكري يمشي من قدام البيت. وبيكون مفتش المنطقة عارف ان الجاسوس معاه بنت ما بتتكلمش، وبيخمن انهم هما اللي كانوا راكبين معاه، وبيأمر العسكري انه يرجع بسرعة لنفس البيت علشان يقبض عليهم، لكنهم بيبقوا اختفوا من البيت. وبيكملوا هما في رحلتهم ناحية اهل موني، وبيفضل معاهم شند وبيصور كل اللي بيحصل وكل لحظاتهم سوا، لحد ما بيوصلوا للمنطقة اللي رايحينها وبيدوروا على اهل موني في كل مكان. وهنا بيفقد بوان الامل انه يلاقيهم، وبيفكر يسلم نفسه للشرطة، وساعتها الشرطة هتدور على اهل موني اسرع، لكن شند بيقول له انه لو عمل كده هيموت في السجن وهتترمى موني في دار الايتام. وبتيجي لشند فكرة انه يكلم القناة اللي شغال معاها ويذيع الفيديو اللي صوروا عنهم، وساعتها اهل موني ممكن يشوفوا الفيديو ويتواصلوا معاهم. وبيتصل بمدير القناة وبيعرض عليه فكرة الفيديو، لكن المدير بيرفض الفكرة وبيقول له انهم قناة للاخبار مش مقام الوالي علشان يحققوا المستحيل، وبيقفل معاه المكالمة. فبيسأل بوان ايه موضوع مقام الوالي ده، فبيشرح له شند ان الناس بتعتقد ان اللي بيروح يدعي عند مقام الوالي دعوته بتستجاب، فبيقرر بوان انه يروح المقام ويدعي هو كمان. وبيتصل مساعد شند بيه على التليفون، وبيكون الضابط قابض عليه علشان يعرفوا مكان شند، وبيقول له شند انهم في طريقهم لمقام الوالي ومعاه بوان والطفلة، وبيتحركوا كلهم على المقام. وبيروح بوان ومعاه موني علشان يدعوا يلاقوا اهلها، وبيقف شند وبيشغل الكاميرا وبيحكي قصة بوان كاملة، وبيكون وراها موقف الاوتوبيسات، وبتكون ام موني اللي هي شهيدة في نفس المكان، لكنها ما بتشوفش شهيدة لانها بتكون نايمة، وبوان بيبقى مغطي وشها بالشال علشان الشمس. وبعد ما بيخلص شند حكاية القصة قدام الكاميرا، بيقرر انه يرفع الفيديو على اليوتيوب بعد ما رفضت قناة الاخبار انها تذيعه، وبياخد باله ان الشرطة جت المقام ومعاهم المساعد بتاعه، فبيجري ناحية بوان وبيلحق يحذره وبيستخبوا من الشرطة، وبيتصل المساعد بشند علشان يعرف مكانهم، فبيقول له انهم اتحركوا على مقام تاني علشان يخلي الشرطة تبعد عن المكان، وبينجح. وبعدها بيروحوا مكان ياكلوا فيه، وبيوريهم شند الفيديو اللي هو عمله، وبتاخدوا موني تتفرج عليه، وبيلاقوا ان موني عمالة تشاور على حد في الفيديو، وبيخمن بوان ان دي مامتها، وبيسأل موني وبترفع له ايدها وهي بتعيط بسبب انها اخيرا شافت امها تاني. وبيرجع شند الفيديو من الاول، وبياخدوا بالهم ان والدة موني نازلة من اتوبيس معين، وحسب الفيديو بيقدروا يحددوا الميعاد اللي وصل فيه الاتوبيس، وبيروحوا يسألوا عنه، وبيسألوا سواق الاتوبيس عن الاماكن اللي بيعدي عليها، لحد ما اخيرا بيقدروا يحددوا المنطقة اللي موني جاية منها. وبيكونوا مبسوطين انهم عرفوا المنطقة وهيرجعوا موني لاهلها من تاني، لكن بسبب الفيديو اللي شند نشره على اليوتيوب بيشوفوا الضابط وبيتأكدوا ان بوان كان في المقام، وبينشروا كمين في كل الاماكن اللي حوالين المقام، وبيعدي الاتوبيس اللي هم فيه على كمين منهم. وبيقرر بوان انه يضحي بنفسه وينزل يجري من الاتوبيس علشان يجذب انتباه الشرطة ناحيته ويجروا وراه، وساعتها يقدر شند وموني يكملوا طريقهم لحد ما بيتقبض عليه وبيفضلوا يضربوا فيه ويعذبوه. وفي نفس الوقت بيكون شند اخد موني وجريوا ناحية المنطقة اللي هي منها، وبتشوف بيتها قدامها وبتجري ناحيته، وبيكون شند بيصور كل اللي بيحصل، وبتكون ام شهيدة في البيت ومش مصدقة انها شايفة بنتها بتجري ناحيتها، وبتفضل شهيدة تعيط لحد ما والدتها بتاخدها في حضنها، وبتكون مبسوطة ان بنتها اخيرا رجعت لها. وبيكون شند ماسك الكاميرا وبيصور كل اللحظات بين شهيدة وامها، لحد ما بيسمع صوت طلق ناري، واللي بيكون بيتضرب على بوان اثناء محاولة هروبه من الشرطة. وبينتشر الفيديو بتاع بوان وموني وناس كتير جدا بتشوفه من الهند وباكستان، ومن ضمنهم كل اللي يعرفوا بوان، وبيبقى الخبر في كل الجرايد وبيتحول الموضوع لرأي عام، لكن الشرطة بتعترض انها تعترف بغلطها، وبيصروا على تعذيب بوان بعد اصابته في كتفه لحد ما يعترف انه جاسوس بالعافية. وفي الوقت ده بيكون في ضابط من الشرطة معترض على تعذيب بوان، وبيتصل على شند وبيحكي له اللي بيحصل، وبيعمل شند فيديو تاني بيطالب فيه باطلاق سراح بوان لانه بريء، وبتبقى كل القنوات نشرت اخباره وفيديوهات شند، وبينادي شند باعتصام على الحدود بين البلدين لاجبار الحكومة على اطلاق سراح بوان. وفعلا في فجر تاني يوم بيجتمع عدد كبير من الناس من البلدين عند الحدود مع وجود كل وسائل الاعلام علشان ينقلوا الحدث اللي بيحصل، وبيظهر بوان مع الضابط على الارض الباكستانية وبيكون مهربه من ورا السلطات، وبيجري شند عليه وبيطمنه انه وصل موني لاهلها وان اسمها شهيدة، وبيعيط من الفرحة انه نجح في مهمته، وبيحضن شند وبيشكره لانه ساعده، وبيتحرك ناحية الحدود الهندية وبتبدأ كل الناس تهتف باسمه، وبيروح الضابط ناحية الحدود وبيأمر الحراس بفتح الحدود علشان بوان يعدي، لكن الحارس بيقول ان عنده امر بالقبض عليه، وبالرغم من الاوامر اللي عنده بعدم فتح البوابة الا ان عدد الحراس قليل قصاد الالاف اللي موجودين قدامه، وانه مش هيقدر يكسر الاوامر ويفتح
يفتحها، لكنه يقدر يتراجع هو وباقي الحراس، وبيهجم الشعب الباكستاني على البوابة وبيكسروها علشان يفتحوا الطريق قدام بوان علشان يعدي بسلام. وبتيجي شهيدة علشان تقابل بوان، وبتجري عليه علشان تلحق تقابله قبل ما يعدي الحدود، وساعتها ممكن ما تشوفوش تاني. وبيكون ساعتها بوان عدى الحدود الباكستانية ورايح ناحية الحدود الهندية، وبتكون راسكة هي كمان مستنياه. وبتطلع شهيدة من وسط الناس وبتفضل تشاور لبوان على أمل انه يبص عليها ويشوفها، ولأنها مش قادرة تتكلم ما بتعرفش تنادي عليه. ولكن فجأة بتقدر انها تنادي على بوان وصوتها بيظهر، وبتبقى أول مرة تتكلم فيها. وبيبص لها بوان وبيشوفها قدامه بعد ما نطقت أخيرا، وبتكون مبسوطة جدا انه شافها ورجع لها. وبيجري بوان ناحيتها وبيقدر انه يوصل لها في الخط الفاصل ما بين حدود البلدين وبيحضنها. وبيخلص الفيلم على كده. ما تنساش تشترك في القناة علشان الملخصات اللي جاية، وكمان هتلاقوا على القناة ملخصات تانية هتعجبكم. وسلام.